بالنسبة جل تقارير سي محمد الدولية تقول بأنه هناك احتمالية كبيرة باش الاقتصاد العالمي يشهد في السنة المقبلة واحد النوع ديال الركود الاقتصادي، خصوصا الركود التضخمي اللي هي هذه الوضعية هذه كتميز أولا ارتفاعات قياسية ديال الأسعار ما نسميه بالتضخم، وفي نفس الوقت تراجع النمو الاقتصادي. هنا لابد من الإحالة على واحد التقرير اللي صدر أمس من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوسيدو اللي كتقول لأنه هناك أن الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة تتسم بواحد النوع ديال التراجع ديال النمو الاقتصادي، بحيث السنة المقبلة النمو العالمي لن يتجاوز 2.2%، وفي نفس الوقت هناك ارتفاع ديال الأسعار ديال مختلف المواد، رغم أن هذه الارتفاعات ستتراجع قليلا ولكن ستبقى مرتفعة على العموم. على أي بالنسبة للاقتصاد المغربي، إلى رجعنا للمذكرة الظرفية الصادرة من طرف مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية، جل القطاعات في المغرب في الأخضر، يعني عرفت تحسنا باستثناء قطاعين أساسيين اللي هما القطاع ديال الفلاحة اللي عرف منذ بداية ديال سنة 2022 واحد تراجع واحد الركول، إضافة إلى ما نسميه بي تي بي البناء والأشغال العمومية. هاد جوج القطاعات اللي عرفوا واحد التدهور، رغم أن الصادرات ديال الفلاحة وديال الصناعات الغذائية عرفت إلى حدود شهر 8 الصادرات ديالهم عرفت الرقم اللي هو مهم اللي هو 50 مليار ديال الدرهم، إلى قرنا بنفس الفترة من السنة الماضية وصلنا 40 مليار ديال الدرهم. على أي على العموم المغرب رغم الظرفية الصعبة، رغم الجفاف، رغم ارتفاع أسعار الطاقة، رغم ارتفاع الفاتورة الطاقية اللي تجاوزت 124%، إلا أن الوضعية الاقتصادية لحد الآن المغربية مطمئنة إلى حد كبير. طيب. وهذا إلى رجعنا غير مثلا المداخل الضريبية ديال الخزينة ارتفعت بشكل كبير، تجاوزت 24%، وحتى العجز ديال الميزانية تراجع بحوالي النصف مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليستقر في حوالي 25 مليار ديال